احنا في المحاضرة التانية هنبتدي نتكلم على 3 حاجات. اول حاجة هنتكلم على ازاي لما نشتري مواد، نشتري خشب، نشتري ازاز، نشتري زجاج، ازاي نحسب التكلفة المواد المشتراة واسس التوزيع. انا كنت شاري مادة الف ومادة ب ومادة ج، يعني شاري اكتر من مادة، شاري طلابية كاملة. عايز اعرف تكلفة المنتج او تكلفة المواد اللي انا اشتريتها من كل ايه، من كل مادة. بعد كده انا المواد بتاعتي هنحطها جوه المخزن ونصرفها للانتاج. فلما نيجي نصرف للانتاج عندنا مجموعة طرق نسعر بيها المواد المنصرفة، ومنها طريقة هناخدها اسمها طريقة الواد اولا يصرف اولا. واحنا بعد كده تاني حاجة هنتكلم عليها ازاي نحسب لما العامل يشتغل عندنا، نحسب تكلفة العمالة واللي هي بنسميها تكلفة الأجور، واللي يهمنا ازاي الطرق اللي هنحسب بيها المكافأة ونحسب بيها الأجر. وهناخد تمرين على ايه الطريقتين اللي هنشتغل عليهم بإذن الله. أول نقطة هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم على حساب تكلفة المواد المشتركة. أنا عايز أشتري مادة سين ومادة صاد ومادة عين. عايز اعرف كل مادة التكلفة بتاعتها كام. احنا في عندنا قاعدة هنشتغل عليها، ان احنا بنروح نحمل المواد اللي انا اشتريتها بجميع التكاليف. ايه هي جميع التكاليف دي؟ حتى تصل الى مخازن الشركة، حتى تصل لمخازن الشركة. ايه التكاليف اللي تحملها؟ في تمن شراء، في عندنا تكلفة شحن، في رسوم جمركية، في عندنا رسوم تأمين، في تكلفة نقل من الميناء لحد المخزن. كل ده هنا ايه هنبتدي نعرفه. يبقى احنا القاعدة بتاعتنا يتم ان انا هتم احسب المواد كلها على المواد بتاعتنا اشتريتها س وص وع والف وب. عايز اعرف دي اشتريت منها كام ودي اشتريت منها كام، وروح نقسم التكاليف بحيث ان احنا نعرف احنا اشترينا كيلو من سين بكام، كيلو من صاد بكام، الطن من سين بكام والطن من صاد بكام، علشان نقدر نحسب التكلفة بتاعة المواد اللي اشتريناها. هنبتدي ناخد حالة عملية عشان نشرح عليها، وارجو التركيز فيها علشان نبتدي نشتغل. يعني بيقول لك استلمت احدى المنشآت طلبية، يعني اكتر من مادة في الطلبية دي، ان احنا بنستورد او بنشتري اكتر من مادة من المواد. تتضمن 100 طن من المادة س، 200 طن من المادة ص. انا لو حبيت اجيب النسبة ما بين س وص الاقي 100 ل 200، اشيل الصفرين يبقى 1 ل 2، 1 ل 2. فاذا علمت ان تكلفة الطن 200 جنيه، دي تكلفة الشراء من المادة س، 300 جنيه من المادة ص، والرسوم الجمركية على الطلبية كلها، يعني على س وص 25% من تمن الشراء. يبقى أنا الأول هجيب تمن الشراء وبعد كده أحسب من الرسوم الجمركية 25%. تكلفة النقل لمخازن الشركة 1800. تكلفة الشحن والتفريغ 1200. يبقى انا بشحن وافرغ ل 1200، الناس اللي هتشيل والكلام ده كله 1200 جنيه. الشركة راح تأمن تحمل التأمين على الطلبية يعني على س وص لمخازن الشركة ب 12000 جنيه، وبلغت فوائد التمويل بتاعنا. كنت استلفت فلوس ودفعت عليها فوائد فطلعت 800 جنيه. المطلوب، خد بالك، تكلفة الطن الواحد من كل مادة. عايز اعرف الطن الواحد من س هيكلفني كام، والطن الواحد من ص هيكلفني كام. انا بس هفكر حضرتك بالقاعدة اللي احنا هنشتغل عليها، ان احنا بنحمل كل المواد بتاعتنا اللي اشتريناها بكل التكاليف، تمن شراء، تكلفة نقل، تكلفة شحن وتفريغ، رسوم ورقية، تأمين، فوائد تمويل، كل التكاليف.
وفي عندنا أسس توزيع هنبتدي نتكلم عليها ونعرف الإيه إحنا هنشتغل عليها إزاي. أرجو التركيز تاني علشان بس إيه الفقرة دي مهمة شوية. ملاحظات الحل، طبعا إحنا أول حاجة بالنسبة لنا بنجيب تمن الشراء، وتمن الشراء عبارة عن الكمية اللي اشتريتها في سعر الطن أو في سعر اللي احنا المادة اللي اشتريناها. احنا اشترينا مادتين، مادة اسمها سين ومادة اسمها صاد. تمن شراء بالنسبة لسين انا اشتريت 100 طن، وكل طن ب200 جنيه، فالتكلفة محطوطة تحت اهي 20,000. واشتريت 200 طن من صاد، وكل طن ب300، فمكتوب عليها تحتيها 60,000. لما اخد ال20 واجمع عليها 60 يديني مجموع تمن الشراء كله 80,000. انا ال20,000 و60,000 عايز اجيب النسبة اوزعها ازاي؟ يعني النسبة بتاعتي 2 لـ6، شلت ال4 اصفار من 20 فانت سابق جبنا 2، شلت ال4 اصفار من 60 يديني 6، 2 لـ6 الاتنين والستة يبقى القسم على 2 فادتني 1 لـ3، 1 لـ3. بعد كده هروح للرسوم الجمركية، ألاقي الرسوم الجمركية بتاعتي 25% من تمن الشراء. أنا عندي تمن الشراء فوق أهو، كان عندنا تمن الشراء كله 80,000، فالرسوم الجمركية افترض اللي دفعتها 80,000 اللي هو تمن الشراء في 25% ادتني 20,000. 20,000 دي أنا دفعتها عشان سين وعشان صاد. بس خد بالك الاتنين مش متساويين، ده واحد تكلفته تمن الشراء بتاعه 20، واحد تمن الشراء بتاعه 60، فهنوزع الرسوم الجمركية على أساس تمن الشراء. والنسبة بتاعتنا في تمن الشراء فوق كانت 1 لـ3، 1 لـ3. طبعا أنا عارف إن 1 و3 لما أجمع 1 و3 يبقى 4، يبقى هاخد 20,000 أقسمها مرة بنسبة 1 على 4 ومرة بالنسبة ل3 على 4. لما اخد 20,000 في 1 على 4 يبقى المادة سين بتساوي 20,000 في 1 على 4 بيساوي 5,000. المادة صاد 20,000 للرسوم الجمركية في 3 على 4 بيديني 15,000. يبقى انا دلوقتي قسمت الرسوم الجمركية على اساس تمن الشراء. بعد كده رقم 3 هروح اوزع تكلفة النقل والشحن والتفريغ. نقل وشحن وتفريغ عندنا تكلفة 1200 زائد 1800 زائد 1800، يبقى التكلفة كلها اصبحت كام؟ 3000. يبقى 3000 دي مجموع كل تكاليف النقل والشحن والتفريغ. انا لما اجي اوزع تكلفة النقل والشحن والتفريغ اوزعها على اساس الوزن. الوزن كان 100 طن بالنسبة لسين، وكان 200 طن بالنسبة لصاد. طبعا هشيل الصفرين يبقى 1 لـ2، يبقى النسبة بتاعتي 1 لـ2. المادة سين 3000، و3000 جت تاني من 1200 زائد 1800 في 1 على 3 يساوي عندنا 1000، و3000 في 2 على 3، 2 على 3 يديني 2000. فجبت نصيب سين طلع 1000، وجبت نصيب صاد طلع برضو 2000، ولما تجمع الـ1000 والـ2000 يديني 3000. خد بالك بس من حتة مهمة، أنا تكاليف النقل وتكاليف الشحن والتفريغ كانت 1200، جمعت عليها 1800، فتكلفة الشحن والنقل والتفريغ بقت 3000. بعد كده رحت وزعت بوليصة التأمين اللي تكلفتها 12,000. فأنا لما أوزع بوليصة التأمين بوزعها على أساس تمن الشراء. تمن الشراء قبل كده جبناه، تمن الشراء كان النسبة بتاعتنا 1 لـ3، يعني حسبناها قبل كده. فعندنا المادة سين 12,000 اللي هي تكلفة اللي هي بوليصة التأمين في 1 على 4 ادتني 3000، والمادة صاد 12,000 في 3 على 4 اداني 9000
يبقى المجموع بتاعنا 12 ايه 12000. خد بالك كل واحدة انا بوزعها بالنسبة لأسس ايه بأسس ايه لو التوزيع المختلف. انا بس يهمني تاني ان انا اشرح في رقم 3 ان تكلفة النقل وتكلفة الشحن والتفريغ واحدة 1200 والتانية 1800، فجمعتهم الاتنين وخليتهم ايه 3000. احنا هنبتدي الحل بتاعنا ان احنا نعمل جدول. الجدول ده من 5 خانات. الجدول عبارة عن بيان بنحط فيه التكاليف، بعد كده اجمالي ونحط فيه الرقم المبلغ اللي احنا دفعناه، بعد كده اساس التوزيع، كل تكلفة ليها اساس توزيع وانا كاتب اساس التوزيع. المادة اللي احنا الاولى اسمها سين والمادة التانية اسمها صاد. انا هشرح الجدول كل رقم هبتدي اتكلم عليه. اول حاجة في البيان هنكتب تكلفة الشراء. تكلفة الشراء 80000. تكلفة الشراء 80000 جبناها قبل كده، احنا هنوزعها على اساس تمن الشراء. تمن الشراء عبارة عن 1 لـ3، واحنا جبناها قبل كده. لما نقسمها 1 لـ3 يبقى المادة س 20000 جنيه والمادة ص 60000. هنقول تاني تكلفة الشراء 80000 وزعناها بنسبة 1 لـ3 يبقى المادة س 20 والمادة ص 60. الرسوم الجمركية التكلفة بتاعتها 20000، هنوزعها على تمن الشراء 1 لـ3 برضو. 1 لـ3 جبناها فوق، 1 لـ3 يبقى 5015000. 1 لـ3 5015000، وده موجود في ملاحظات الحل في الصفحة اللي قبل كده. تكاليف النقل والتفريغ 3000 اللي هم كانوا 1800 و1200، هنوزعها على أساس الوزن 1 لـ2. الوزن 1 لـ2 جبناها قبل كده، فطلع عندنا المادة س 1000 جنيه والمادة ص 2000 جنيه. بوليصة التأمين 12000، هنوزعها على ثمن الشراء 1 لـ3 يبقى عندنا 3000 للمادة س و9000 للمادة ص. لما نجيب الآلة الحاسبة ونجمع 20000 زائد 5000 زائد 1000 زائد 3000 يبقى المجموع 29. لما نجيب 60000 ونجمع عليها 15000 ونجمع عليها 2000 ونجمع عليها 9 يديني 88600. 88600 ده المجموع بتاع التكلفة. الكمية بتاعت س كانت 100 والكمية بتاعت ص كانت 200. هنقسم 29000 على 100، 100 طن، يبقى كل طن تكلفة الطن الواحد 290 جنيه. تكلفة الطن الواحد 290 جنيه. لو قسمنا 88000 على 88600 على 200 يديني 443. 443 ده تكلفة الطن. هعيد الجدول تاني. تكلفة الشراء والرسوم الجمركية وبلس التأمين قسمناها بنسبة 1 لـ3، ولكن تكلفة النقل والتفريغ قسمناها بنسبة 1 لـ2. لما جينا جمعنا 20 والـ5 والـ1 والـ3 والـ1000 والـ3000 جتني 29000، قسمناها على 100 اللي هي أعداد الأطنان كلها، ادتني الطن 1 290، وتانية 88600 على 200 ادتني 443. يبقى احنا الجدول بتاعنا بيان اجمالي اساس التوزيع والمادة س والمادة ص. النقطة التانية اللي عايزين نشرحها لما نيجي نصرف المواد دي للمخزن عشان نستخدمها في الانتاج. احنا بنسميها عندنا طرق الصرف من المخازن. احنا مفترض عندنا طريقتين. الطريقة الاولى الوارد اولا يصرف اولا، الحاجات اللي جت في الاول نصرف منها في الاول، نصرفها في الاول. يعني احنا عندنا الطريقة بنسميها طريقة المتوسط المرجح.
بنسميها عندنا الطريقة الأولى بنسميها طريقة الإيه الأول في الأول، يعني طريقة الفيفو. الطريقة التانية اسمها طريقة المتوسط المرجح، ودي الطريقة اللي احنا بنسميها عندنا طريقة المتوسط المرجح. احنا هنبتدي الطريقة الأولى اللي هي طريقة الوارد أولا يصرف أولا، طريقة الفيفو. والطريقة دي بتعتمد على قاعدة مهمة قوي، ان احنا هنبتدي نصرف المواد الادم اللي جت في الاول حسب ورودها، اللي جت في الاول حسب ورودها حسب جمجيها المخزن، ثم الاحدث اللي بعديها حتى تنتهي الكمية، حتى تنتهي الكمية. يبقى الطريقة الاولى اللي اسمها طريقة الوارد اولا يصرف اولا، دي بين ابي نصرف المواد اللي جت في الاول ثم اللي بعديها حتى تنتهي الكمية، حتى تنتهي الكمية. احنا عندنا مثال، والمثال بإذن الله هناخد حالة عملية. بيقول لك فيما يلي البيانات الخاصة بالمادة س خلال الشهر. طبعا احنا رصيد اول المدة 600 كيلو بسعر الكيلو 20 جنيه، وردت يعني دخل المخزن، وردت يعني داخل المخزن 500 كيلو سعر الكيلو 22 جنيه. بعد كده التاريخ اللي بعده، طبعا التواريخ دي على التوالي، صرف 200 جنيه للقسم 200 كيلو للقسم ألف، صرف 200 كيلو للقسم ألف. بعد التاريخ اللي بعده صرف 600 كيلو للقسم ب، يبقى 200 كيلو من ألف و600 من ب، 200 كيلو من ألف و600 من ب. وبعد كده صرفنا بعد كده مرتجع 100 كيلو من القسم ب، حولنا 50 كيلو من القسم ب لقسم ألف. وبعد كده في آخر المدة تبين أن الرصيد الفعلي يعني عملنا جرد 350 كيلو. عايزين نصور صفحة مادة من صفحة المادة س بطريقة الوارد أولا يصرف أولا. الصفحة دي بتاعت المخزن، صفحة اللي المادة س بطريقة الوارد أولا يصرف صادر أولا. احنا عندنا في ملاحظات الحل، أول قبل ما نحل هنتفق على 3 قواعد عشان ايه نطبقها. احنا المرتجع اللي بيرجع من القسم الانتاجي للمخزن بنعتبره وارد، بنسعره زي ما يكون وارد. تحويل من قسم لقسم ما بيتسجلش في الدفتر خالص بتاع المخازن، لا يسجل في الدفتر بتاع الصفحة بتاعة المخزن. بالنسبة للعجز، العجز ده يعتبر منصرف، بنعتبر العجز منصرف في 3 قواعد نقولهم تاني. المرتجع من القسم للمخزن يعتبر وارد، التحويل لا يسجل. ليه؟ لأن التحويل بحول من قسم لقسم، مفيش حاجة بتخش المخزن. العجز بنيجي في آخر الفترة بنلاقي فيه عندنا العجز ده يعتبر إن احنا منصرف وصرفناه، علشان كده هنبتدي إيه نسعره عندنا. احنا هنبتدي نحل صفحة المادة س من المخزن، صفحة المادة س من المخزن بطريقة الوارد أولا صادر أولا، بطريقة الوارد أولا صادر أولا. أنا هشرح كل رقم مرتين، كل رقم هشرحه مرتين. أول حاجة الجدول أو الصفحة بتاعتنا عبارة عن مجموعة من الأعمدة، أول حاجة التاريخ، وبعدين الوارد، وبعدين المنصرف، وبعدين الرصيد. وارد ومنصرف ورصيد. الوارد بنقسمه 3 خانات، كمية وسعر وقيمة، كمية وسعر وقيمة. المنصرف كمية وسعر وقيمة. الرصيد كمية وسعر وقيمة. تعال على أول حاجة رصيد أول المدة. احنا رصيد أول مدة بنروح في الرصيد بتاعنا، الكمية حسب التمرين 600 كيلو، سعر الكيلو حسب التمرين 20،
ضربنا 600 في 20 ادتني 12,000. يبقى احنا الرصيد بتاعنا ضربنا 600 في 20 ادتني 12,000. بعد كده وارد يعني داخل المخزن. داخل المخزن 500 والسعر 22، ضربنا 500 في 22 ادتني 11,000. لما نروح المخزن هنبتدي نرتب الرصيد حسب اللي موجود الأول. فكان موجود الأول 600 بسعر 20 وكان قيمتهم 12، وبعد كده جالنا 500 في 22 اداني 11,000. يبقى دلوقتي اللي موجود في المخزن اتقسم حسب الأقدم ثم الأحدث. الأقدم كان 600 كيلو، والأحدث اللي جه وراه بعد كده 500 كيلو. بعد كده المنصرف للقسم ألف، المنصرف، فبروح لعمود المصارف اللي انصرف 200. الـ200 ده يصرف من أقدم سعر، من أقدم كمية. أقدم كمية عندك بالأحمر أهو 600، سحبنا منها 200، 600 سحبنا منها 200، يبقى فيها 400. الـ200 دول السعر بتاعهم 20، ضربنا 200 في 20 اداني 400، 4,000. 2,200 في 20 اداني 4,000. احنا بعد كده 600 في الرصيد، سحبنا منهم 200، اتبقى 400 في 20 جنيه، ادتني 8,000. 500 زي ما هي عبارة عن 500 في 200 ادتني 22. يبقى اللي هيخش المخزن دلوقتي هيلاقي فيه 400 وفي 500، واحنا صرفنا بعد كده قبل كده 200 من المخزن. بعد كده المنصرف للقسم ب، صرفنا القسم ب في التمرين صرفنا 600، بس مش هينفع نصرف 600 مرة واحدة، لازم نجيبهم من مكانين. هنروح نطلع الأول السعر الأقدم 400 أخدناهم، وبعد كده أخدنا 200 من 500 اللي هي الأحدث، يبقى 200 بسعر 20، 200 يبقى 400 بسعر 20، 400 بسعر 20 ب 8,000، و200 ب 22 ب 4,400. اتبقى طبعا 400 اتسحبوا كلهم خلاص، وعندنا بعد كده ال 500 اتبقى منها 300، ففي عندنا 300 بالسعر 22 يبقى 6,600. مرتجع من القسم ب، احنا اتفقنا قبل كده ان المرتجع ده كأنه ايه، وارد. ففي عندنا وارد ب100، وطبعا المرتجع بآخر سعر عندنا هو 22، ف22 في 100 ب2,200. الرصيد 300 انضاف عليهم 100 بقى 400، يبقى عندنا 400 كيلو، و400 كيلو دول بسعر 22 جنيه لكل كيلو، يبقى 3,800. بعد كده حولنا، انا كاتب كلمة تحويل ومش كاتب جنبيها اي حاجة. التحويل لا يسجل في صفحة المادة سين في دفتر المخازن. صفحة سين دي في دفتر المخازن احنا ما بنسجلش فيها التحويل من قسم لقسم خالص، لا يتم تسجيل. لما اروح اسجل العجز، خد بالك الرصيد اللي موجود في المخزن 400، لكن لما رحت جردت فعلا لقيت 350. الفرق بين ال 400، الفرق بين ال 400 وال 350 كام؟ 50. دول بالنسبة لنا عجز. العجز بيعتبر كأنه منصرف، العجز كأنه منصرف. يبقى المنصرف 50 والسعر 22، اخر سعر اهو 22، وعندنا بعد كده ضربت دادني 1,100، ورحنا للرصيد 350 في 22 ب 7,700.
انا هشرح تاني الحتة دي عشان دي فيها مكان للتساؤل. انا اخر رصيد بالنسبة لي دلوقتي 400، فال400 لما رحت جربت المخزن لقيت الرصيد بتاع المخزن 350، 400 من تحتيها 350، يبقى في عندي 50 عجز. العجز بيسجل كمنصرف، يبقى 50 في المنصرف 22 يديني 1100، و350 في 22 يديني 7700. احنا هندرس قياس تكلفة العمالة اللي هي الأجور، الأجر اللي بياخد العامل. احنا يهمنا في الأجر إن احنا نحدد المكافأة، طرق حساب المكافأة والحوافز بتاعتنا. احنا عندنا طريقتين، الطريقة الأولى طريقة هيلسي، والطريقة التانية طريقة روان. طريقة هيلسي بتعتمد على إن المكافأة بتساوي نص الوقت المتوفر في معدل الأجر الساعة، في معدل أجر الساعة. نص دي معروفة، الوقت المتوفر انزل لآخر الصفحة تحت هتلاقي الوقت المتوفر بيساوي الوقت المعياري، هديهولك تطرح منه الوقت الفعلي، تطرح منه الوقت الفعلي. الطريقة التانية اسمها طريقة روان، المكافأة بتساوي الوقت الفعلي على الوقت المعياري في الوقت المتوفر في المعدل بتاع الأجر الساعة. خد بالك كل ده قايم على إن الوقت المتوفر بيساوي الوقت المعياري ناقص الوقت الفعلي. الحالة اللي عندنا اللي هي الحالة العملية رقم 5، بيقول أعطيت لك البيانات التالية. خد بالك، وقت معياري لإنتاج الوحدة 15 دقيقة، وقت معياري معدل أجر العامل 10 جنيه في الساعة، الوقت الفعلي اللي هو ساعات العمل اليومية 8 ساعات، عدد الوحدات المنتجة خلال اليوم 43 وحدة. أقول تاني، البيانات اللي عندنا وقت معياري لإنتاج الوحدة 15 دقيقة، بعد كده معدل الأجر بتاع العامل 10 جنيه لكل ساعة، الوقت الفعلي ساعات العمل اليومية عبارة عن 8 ساعات، عدد الوحدات المنتجة خلال الساعة 43 وحدة. المطلوب عندنا حاجتين، احسب المكافأة للعامل بطريقتين، مرة بطريقة هيلسي ومرة بطريقة روان. بعد كده احسب اجمالي الاجر، وخد بالك ان اجمالي الاجر ده عبارة عن الاجر العادي واحط عليه ايه المكافأة بتاعتنا. يبقى احنا عايزين نحسب حاجتين، نحسب المكافأة بطريقة هيلسي، نحسب المكافأة بطريقة روان، نحسب اجمالي الاجر حسب الايه، حسب الطريقتين. وفقا للتمرين في الصفحة اللي فاتت هنبتدي نحل الاول على اساس طريقة هيلسي. طريقة هيلسي بتقول ان المكافأة، احسب المكافأة الاول نص في الوقت المتوفر في معدل اجر الساعة. المشكلة هنا في الوقت المتوفر اللي هو الوقت المعياري ناقص الايه، ناقص الوقت الفعلي. الوقت المعياري احنا بنحسبه وحدات منتجة خلال اليوم ومكتوبة في المعادلة اللي تحتيها 43 وحدة. الوقت المعياري للوحدة 15 دقيقة، 15 دقيقة وستين، 60 دي طبعا 60 دقيقة، يبقى 43 وحدة منتجة في الوقت المعياري 15 دقيقة على 60 يديني 10.75 ساعة، 10.75 ساعة. المكافأة بتساوي نص
في الوقت المتوفر طبعا 10، عندنا 75% ناقص 8 ساعات اللي هو الوقت الفعلي. بعد كده في 10 جنيه، في 10 جنيه اللي هي معدل أجر الساعة. معدل أجر الساعة يديني على الآلة الحاسبة 13.75 جنيه. 13.75 جنيه. بروح أجيب أجر العامل. أجر العامل هيكون عبارة عن الأجر العادي اللي هو 8 ساعات في 10 جنيه لكل ساعة، زائد المكافأة. المكافأة بتاعتي 13.75 جنيه، يبقى إجمالي الأجر بتاعه 93.75 جنيه. خد بالك بس من حتة مهمة صغيرة، إن الأجر عادي 8 ساعات في 10، والمكافأة 13.75 جنيه، يبقى 93.75 جنيه. احنا طبعا مفيش عندنا دلوقتي مجهول، كل حاجة جبناها من الايه التمرين بتاعنا. الطريقة اللي احنا شرحناها دي عبارة عن طريقة هيلسي. الطريقة التانية اللي نبتدي نشرحها هي طريقة روان. الطريقة دي بتقوم على ان المكافأة بتساوي الوقت الفعلي اللي عندنا 8 ساعات، على بنقسم على الوقت المعياري 10.75، 10.75%، بضرب في الوقت المتوفر اللي احنا جبناه قبل كده 10.75 ساعة، اطرح منها 8 ساعات اللي هو الوقت الفعلي، اضرب في معدل الاجر 10، هيديني المكافأة بتاعتي اللي هو 20.46. 20.46، 20.46. اروح في الخطوة تانية احسب اجمالي الاجر العامل. اجمالي الاجر العامل عبارة عن الاجر العادي اللي هو 8 ساعات في 10، اجمع عليها 20.46 اللي هي المكافأة، يديني 146. 100 جنيه و46 من 100، 146 من 100، يعني 100 جنيه و46 قرش. احنا كده حسبنا حاجتين، مكافأة وحسبنا كمان ايه اجمالي الاجر.